عزيزي المشاهد، سلام ونعمة، أرحب بك في أولى حلقات برنامج على درب المسيح، والذي من خلاله سنتأمل ونتفحص الدور المحوري للشخصية في حياة الإنسان، ومن خلال تعليم المشاهد قصص متعلقة بالسيرة الذاتية لرجال الله من الكتاب المقدس، وأيضا آيات كتابية تدل على الموضوع، وشرح للشخصية وكيفية تطبيقها على حياتك، وكيفية اكتشاف شخصيتك وتحسينها وتطويرها، وتطوير سمات الشخصية لمشابهة السيد المسيح، وأيضا للقيادة الفعالة، وأن تتعلم عزيزي المشاهد وتعلم أيضا آخرين كما يخبرنا الكتاب المقدس في رسالة تيموثاوس والأصحاح الثاني والعدد الثاني، يقول: وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. فأهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد. التشبه بالسيد المسيح. الكتاب المقدس عبارة عن قصة رائعة طويلة عن محبة الله الثابتة لك ولي، وعن محبتنا المتذبذبة له، فقد خلقك الله وصممك على صورته وأعطاك الحرية والسيادة، والنتيجة هي أن تعبده، وعبادته تعني محبته والسير في طريقه وخدمته كل يوم. فنحن نختبر فرحا عميقا وسلاما حقيقيا فقط عندما نصبح عابدين مكرسين لله الآب وتابعين مخلصين ليسوع المسيح. في مزمور 119 والعدد 105 يقول: هو صلاة لله تقول: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. ولاحقا في نفس الصلاة أيضا في مزمور 119 والعدد 130 يكتب المرنم: فتح كلامك ينير يعقل الجهال. ويتفق كاتب الأمثال أيضا في أمثال الأصحاح 6 والعدد 23، ونقرأ: لأن الوصية مصباح والشريعة نور وتوبيخات الأدب طريق الحياة. وتعلن رسالة تيموثاوس الثانية والأصحاح 3 يقول: كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. أمامنا هنا واحدة من أهم الآيات في الكتاب المقدس حول موضوع الوحي، إذ تعلم أن الكتاب المقدس قد تنفس به الله، فبطريقة معجزية أوصل كلمته إلى أناس وقادهم إلى كتابتها حتى تحفظ بشكل دائم. إنما دونوه هو كلمة الله عينها الموحى بها والمنزهة عن أي خطأ. وإذ يصح القول إن كل كاتب لم يتخلى عن أسلوبه الأدبي الشخصي. يصح أيضا القول إن الكلمات التي استخدمها هي الكلمات نفسها التي أعطاها إياها الروح القدس. وهكذا نقرأ في كورنثوس الأولى والأصحاح 2 والعدد 13 يقول: التي تكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل بما يعلمه الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات. وأيضا في رسالة بطرس الثانية والأصحاح الأول والأعداد 20 و21 يقول: عالمين هذا أولا أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. وبما أن الكتاب المقدس هو كلمة الله، فلذلك هو نافع، كل جزء منه هو نافع. ومع أن المرء قد يتساءل بشأن بعض الأنساب أو النصوص الغامضة، يبقى أن الذهن المتعلم من الروح القدس سيتحقق من وجود غذاء روحي في كل كلمة خرجت من فم الله. الكتاب المقدس هو نافع للتعليم، إنه يبين لنا فكر الله بشأن مواضيع من نحو الثالوث، الملائكة، الإنسان، الخطية، الخلاص والتقديس والكنيسة، وأيضا الأمور المستقبلية. كما أنه نافع للتوبيخ، فيما نقرأ الكتاب المقدس يبدأ بتنبيهنا إلى تلك الأمور المحددة في حياتنا والتي هي غير مرضية عند الله. كذلك هو نافع لدحض الضلال وللرد على المجرب. والكتاب المقدس هو أيضا نافع للتقويم، أيضا إنه لا يشير إلى الخطأ فحسب، بل يظهر أيضا السبيل إلى تصحيح المسار. مثلا لا يذكر الكتاب المقدس فقط التوصية، لا يسرق السارق فيما بعد، بل يضيف إليها أيضا، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. فقد نعتبر القسم الأول من هذا العدد كتوبيخ، أما القسم الثاني منه فمعناه هو التقويم. أخيرا الكتاب المقدس نافع للتأديب في البر، تعلمنا نعمة الله ضرورة العيش بالتقوى، فيما ترسم كلمة الله لنا بالتفصيل ما تتضمنه هذه الحياة النقية. لقد أعطاك الله كلمته، أي الكتاب المقدس، ليعلن عن نفسه وليخبرك ويخبرني عن أنفسنا، وليقودك طوال حياتك في أسلوب يكرمه وبطرق يقبلها هو، كما أنه يعلمك السير بالطريقة التي تليق بدعوتك. في إنجيل متى والأصحاح الخامس والعدد 48، إنجيل متى ونقرأ من الأصحاح الخامس والعدد 48، يقول: فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. وأقتبس من كتاب روح النبوة، رسائل بولس، صفحة 374: سيكون أتباع المسيح قادرين من خلال مقارنة حياتهم بصفات المسيح على تمييز جوانب وإخفاقات في تلبية متطلبات شريعة الله المقدسة، وسوف يسعون إلى جعل أنفسهم كاملين في نطاقهم ومجالهم كما أن الله كامل في نطاقه ومجاله. توفر عزيزي المشاهد القصص والآيات والنقاشات التي سندرسها من خلال الكتاب المقدس من خلال هذا البرنامج، وسنتكلم عن كل من. سنتكلم أولا عن المسؤولية الشخصية المتمثلة أولا الاستقامة، ثانيا القناعة، ثالثا ضبط النفس، رابعا سنتكلم أيضا عن الاجتهاد، وأخيرا سنتكلم عن الحكمة. ثانيا احترام الشخصية المتمثلة أولا الولاء، الشجاعة، التواضع، اللطف، الشكر. وربما تسألني عزيزي المشاهد: ما هي الشخصية التي تعكس من خلالها صورة السيد المسيح؟ دعونا نتعرف أولا على ما تعنيه كلمة الشخصية. الشخصية منظومة من القيم المختارة التي تبنى عليها التصرفات الأخلاقية وردود الأفعال للشخص. الشخصية تعكس القيم التي تختارها والتي تقود التصرفات التي تظهرها، تؤثر على الشخص الآخر. نحن نختلف عن الآخرين لأنه يوجد فينا قيم. كلماتك وأفعالك هي ثمرة شخصيتك. شخصيتك تظهر فيما تفعله في الوقت الذي لا يراك فيه أحد. الشخصية ليست مجموعة من الصفات الثابتة التي لا تتغير، مثل بصمة الأصبع أو لون العينين، بل هي دائما متغيرة. الشخصية هي مجموعة من الصفات الديناميكية الفعالة، وتطويرها هو مسؤوليتك. عزيزي المشاهد، بناء الشخصية يبدأ من الطفولة حتى الموت، لا يتوقف عند نقطة محددة. قدراتنا الرياضية تختلف من شخص لآخر، قدراتنا المالية أيضا تختلف من شخص إلى آخر، أيضا قدراتنا العقلية تختلف من شخص إلى آخر. قدراتنا على بناء الشخصية متساوية عند الجميع، لكن على الكل أن ينمي كل نقطة، كل صفة في شخصيته. الوصف السلوكي للشخصية، ما هي سلوكيات الشخصية؟ حال أن تكون على صورة السيد المسيح. عليك السلوك بطريقة لائقة، كما دعانا الكتاب المقدس أن نسلك من خلال شروط السلوك الموجودة في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، والأصحاح 4 والأعداد 1 و2. يقول: فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، بكل تواضع ووداعة وبطول أنا، محتملين بعضكم بعضا في المحبة. هناك فوارق بين حالة أن تكون على صورة السيد المسيح وبين الشخصية العادية. ومن هذه الفوارق، أولا هو مقياس أعلى. عندما أمتلك صفات السيد المسيح هناك مقياس أعلى وهو الوصايا العظمى. نجد في إنجيل مرقس والأصحاح 12 والأعداد من 28 ل 31، إنجيل مرقس 12 28 ل 31 يقول: فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله: أية وصية هي أول الكل؟ فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية الأولى، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين الوصيتين. عزيزي المشاهد، فاصل قصير ونعود لكم بعد لحظات، فأهلا وسهلا بك. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد. قبل الفاصل قرأنا من إنجيل مرقس الأصحاح 12 والأعداد من 28 إلى 31، وفيه ذكر أن أتى واحد من الكتبة إلى السيد المسيح ليسأله عن أعظم وصية في الوصايا العشر، وقد أجابه السيد المسيح وقال له: تحب قريبك كنفسك، وتحب الله من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك ومن كل قوتك. وهنا نجد أن السيد المسيح يلخص الوصايا العشر بتلك الوصيتين. الوصية الأولى تلخص أول 4 وصايا وتتكلم عن علاقتنا بالله، والثانية أيضا تلخص ال6 وصايا الأخرى وعلاقتنا مع إخوتنا في البشرية. ثاني نقطة نأتي إليها بين اختلاف أن تكون على صورة السيد المسيح وأن تكون على الصورة الطبيعية لشخص عادي، هي دافع أعلى لإكرام الله، أن تعبد الله كنمط حياة يومي. في رسالة بطرس الأولى والأصحاح 2 والعدد 9 يذكر الكتاب المقدس: وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. وأيضا في بطرس الأولى والأصحاح 4 والعدد 11 يقول: وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين. وأيضا في رسالة بطرس الثانية والأصحاح 3 والعدد 18 ونقرأ: ولكن انموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، له المجد الآن وإلى يوم الدهر آمين. أيضا أن تشبه صورة السيد المسيح والاختلاف مع الشخصية العادية هو تمكين أعظم. الروح القدس يجدد ويعطي قوة. في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس والأصحاح 3 والعدد 20 يخبرنا الكتاب المقدس ونقرأ: والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. وأيضا نجد في فيلبي الأصحاح 2 والعدد 13 ويقول: لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. وهنا ربما تدعوني للسؤال عزيزي المشاهد وتقول لي: ما هي الشخصية؟ الشخصية هي بعض القيم التي اخترت أن تعمل بها، التي تؤثر على سلوكك وتعمل على تطويرها، ويمكن وصفها بسؤال: كيف تتصرف بدون أن يراك أحد؟ وكيف يرتبط التأثير الموجي بتعليم الشخصية؟ كل شخص فينا يؤثر بالآخر، وتتسع الموجة لتؤثر بالآخرين. إذا رمينا حجر في الماء نستطيع أن نرى تموجات تتسع أكبر وأكبر، وهكذا يكون تأثيرك على غيرك، وغيرك يؤثر بالآخرين أيضا. وقد تسألني: متى أشبه شخصية السيد المسيح؟ إذا ذهبنا إلى رسالة يوحنا الأولى والأصحاح 2 والعدد 6 يقول الكتاب المقدس: من قال أنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. السلوك إذن أن أتشبه بالسيد المسيح، يعني أنه عليك أن تتلمذ وتتعلم منه. ولكن هل التلمذة تقف عند حد معين في حياتنا، أم هي عملية مستمرة؟ بل هي عملية مستمرة، لأن مهما زاد التعليم يجب أن تتواضع، لأنك لم تصل إلى النهاية. وهنا نصل إلى السؤال: لماذا نطور الشخصية؟ ونجد في الجبل الجليدي مثال على يخدم هذا الموضوع. فلكل شخص امتلاك للمعرفة، وهناك امتلاك أيضا للمهارات. وإذا ذهبنا إلى رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس والأصحاح 4 والخامس أيضا، وأيضا في رسائل بولس الرسول إلى أهل فيلبي والأصحاح 2 يخدم هذا الموضوع، ويتكلم عن المهارات التي يجب أن يمتلكها كل شخص لكي ما ينمي معرفته. يجب أن يكون لديك نمو في المعرفة الكتابية، وأيضا نمو في المهارات أيضا، مثل كيف تفتح الكتاب المقدس، كيف تفسره، وأيضا نمو في مهارات التعليم والوعظ. مهم جدا أن تتطلع على الشخصية التي لا تراها، لأنها تحت الماء كالجبل الجليدي. الذي تراه فوق الماء هو نصف الذي تراه تحت الماء. وهكذا الشخصية لكل شخص هي عملية حسابية، هناك معرفة، هناك مهارات، ولكن بدون الشخصية ينتج عنا فشل. المعرفة زائد المهارات ناقص الشخصية يساوي فشل، يعني عدم انسجام أخلاقي. مثلا شخص عمره 32 سنة تعود على عبور الشارع لوحده، أما الطفل بحاجة إلى سيطرة خارجية أن ترشده كيف يعبر هذا الشارع. كلما نقص الانسجام الأخلاقي وفقدنا السيطرة الأخلاقية سيسمح لسيطرة خارجية أن تسيطر على المجتمع، والعكس هو صحيح. المعرفة زائد المهارات تنمي شخصيتنا. عندما أمتلك شخصية علي أن أنميها بمعرفتي وبمهاراتي أيضا. الشخصية وتأثيرها على المجتمع، إذا كان المجتمع يبنى على العلاقات والعلاقات الجيدة تبنى على الشخصية الجيدة، فإن الشخصية الجيدة تساعد على مجتمع قوي. إذا كانوا أطفالنا هم مستقبلنا وهم تراثنا الأهم والدائم إلى مجتمعنا، فإنك تؤثر على المجتمع الغد كشخص مسؤول أو كأب أو أم. عندما تتخذ قرار هام يتأثر به الطلاب، أولادك أو البالغون بشدة، بسبب هناك دافع الخوف. مثلا عندما أعبر الشارع لوحدي عندما أكون طفل، هناك دافع المكاسب الشخصية كتخطيط لإقامة مشروع ربحي. عليك الاقتناع بما هو صحيح، هذه هي طبيعة شخصيتك. رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا والأصحاح 13 تتكلم عن احترام السلطات، وليس الخوف ولا المكاسب، بل هو طبيعتنا هي اللطف مع الأعداء. الشخصية الجيدة تساعد الطلاب على أن يقرروا أن أفعل الصواب ببساطة لأنه هو الصواب. مثال، كيف أساعد الشخصية الجيدة في المدارس؟ هناك أمور تجعلني أن أنمو أكثر، وهناك أمور تجعلني أن يقل هذا النمو. أول صفة تنميني هي الاستقامة، تجعلني أن أنمو أكثر. بالمقابل هناك صفة الكذب، ولا أدعوها صفة لأنها هي أمور سلبية في شخصية كل شخص. هناك أيضا الاستقامة، علي أن أكون مستقيم في تعاملي مع الناس، ولكن عكسها يكون عندي، هناك أمتلك شخصية الكذب، أكذب على غيري. أيضا احترام السلطات، أن أحترم الآخرين، المدرسين، مديري في المدرسة، المسؤول عني في العمل، ولكن هناك العكس، التمرد، أن أتمرد، أنا أختار أما أن أعمل هذا الأمر أم أعمل هذا الأمر. هناك الاجتهاد، هناك اللطف، وعكسها الغضب. هناك مسؤولية شخصية، أن أكون أحمل هذه المسؤولية على عاتقي، أن أتحمل مسؤولية الشخصية، بينما في عكسها هناك يكون عندي لوم للآخرين. تمتلئ كل حلقة من حلقات برنامجنا مشاهدينا بالقصص وأسئلة للمناقشة وآيات من الكتاب المقدس كتشجيع للكبار والصغار أيضا على اكتساب سمات شخصية ذات قيمة دائمة لمنفعتهم ومنفعة من حولهم. وسنتكلم في كل حلقة عن صفة من صفات الشخصية كما يخبرنا الكتاب المقدس في رسالة بولس إلى أهل أفسس والأصحاح 4 والعدد 13 يقول: إلى أن ننتهي جميعا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. عزيزي المشاهد، شكرا لك على حسن استماعك، وإلى اللقاء في حلقة جديدة وشخصية جديدة من برنامج على درب المسيح.